حلويات العيد وشجرة عيد الميلاد وسانتا كلوز ومكتب بريد لاستلام رسائل الأمنيات. هكذا تبدو أسواق الميلاد النموذجية في ألمانيا، كما هو الحال هنا في ميونخ. ولكن ما هو أصل هذا التقليد؟ هذه السيدة شغلت نفسها بهذا السؤال تحديداً. كلاوديا فاينغارتنا كاتبة من ميونخ تبحث في كتابها كلها أساطير عن أصل تقاليد عيد الميلاد في ألمانيا وأوروبا. ومن الأسئلة التي تشغل الأطفال بشكل خاص، من أين يأتي بابا نويل؟ من القطب الشمالي. من القطب الشمالي. أعتقد أن اللون الأحمر لقبعة بابا نويل متأثر بالكوكاكولا. هذا صحيح، فالمصور الأمريكي هيدون ساندبروم رسم دعاية حملة كوكاكولا الخاصة بعيد الميلاد في عام 35. كان قدوته في هذا العمل لو برانتس المسالم الوسيم ذا اللحية البيضاء. ويرى الفنلنديون أن بلدة سانتا كلوز هي روفانيمي في وسط لابلاند. لم تبتكر شركة كوكاكولا بابا نويل، وليس من القطب الشمالي أيضا، وإنما هو أحد أقارب القديس نيكولا الذي نقل الهولنديون تقليده إلى أمريكا، ومن هناك ضاع صيته كثيرا في كل العالم. السؤال الثاني، هل عيد الميلاد هو عيد الحب حقا؟ نعم، ولكني أعتقد أن الضغط يأتي فيما بعد. مرهق في البداية، لكنه يصبح احتفالا بالحب. ووفقا لدراسة، فإن نسبة 21% من الألمان يقعون تحت ضغوط كثيرة في موسم الميلاد، منها اختيار زينة الميلاد وتوزيع العمل. والسؤال المهم هو أين ستقضي عطلة الميلاد؟ فلقب عيد الميلاد بعيد الحب له ما يبرره. بعد 9 أشهر من العيد يولد أطفال أكثر بكثير من بقية أشهر السنة، ولابد من أن ذلك مرتبط بكون عيد الميلاد عيداً للحب. السؤال الثالث، هل لعيد الميلاد علاقة بزيادة الوزن؟ لعيد الميلاد علاقة بزيادة الوزن، فهذه الحلويات الجميلة محشوة بالكريمة. خبراء التغذية متفقون على أن الأحماض الدهنية المستخدمة في حلويات العيد غير صحية، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن معظم الناس يزداد وزنهم أثناء موسم الميلاد. وفق دراسة بريطانية، فإن عيد الميلاد لا يؤدي إلى السمنة، فبعد العيد يزداد وزن الرجال والنساء حوالي 400 جرام فقط. يضاف إلى ذلك أن حلويات العيد صحية جدا، فهي تحتوي مواد غذائية كطحين الحبوب واللوز والمكسرات. حسب العادة، فإن النساء يرغبن في المجوهرات والرجال في الأمور التقنية، ولكن ما هي الأمنيات التي تمناها الألمان في الحقيقة؟ دراجة نارية وكاميرا للمراقبة، ربما حلي، مركبة مجنزرة، بلاي ستيشن 4. ووفقا لمسح أجري، فإن الألمان ينفقون سنويا حوالي 290 يورو على هدايا عيد الميلاد، ولكن هناك رغبات تسبق الألعاب والمجوهرات والأجهزة. لا يزال الكتاب هدية مرغوبة جدا لدى الألمان في عيد الميلاد، يوضع تحت الشجرة، فلا يجب أن تكون الهدية دوما من الحلي للمرأة وألعاب تكنولوجية للرجال. السؤال الخامس، لماذا تقدم الهدايا في 24 من شهر ديسمبر في ألمانيا؟ هكذا هو الأمر في الكنيسة، المسألة كذلك. لا أعرف. في معظم البلدان الأوروبية الأخرى توزع الهدايا في 25 من ديسمبر، ولكن الألمان لا يستطيعون انتظار ليلة الميلاد. في الواقع لا يعلم أحد متى ولد المسيح، إلا أن رؤساء الكنيسة اتفقوا في القرون الغابرة أنه ولد في 25 من ديسمبر، لكن الناس في ألمانيا كانوا يقضون أوقات الانتظار قبل الذهاب إلى الكنيسة في الحانات سابقا، لتصبح أجواء القداس في الكنيسة غير لائقة بعد ذلك، لذلك قدمت الاحتفالات. ولذلك على الأقل سيضع بابا نويل هذا العام الهدايا في ألمانيا في 24 من ديسمبر تحت أشجار الميلاد.